أنت اليوم عازة نفسك بمنطقة نائية نقدر نعتبرها بعيدة جدا، بعيدة عن كل الأحداث الفنية، بعيدة عن الظهور من سنة، يعني من سنوات طويلة، لكن نقدر نقول 2014 رجعتي بعمل اللي هو فدعة، وبعدها أيضا رجعتي اختفيتي. ليش عازة نفسك؟ وينك؟ هل اعتزلتي؟ هذا السؤال اللي هواي ناس يسألوه. لا أبدا، أنا قلت وما زلت أقول أنا لن ولم أعتزل، لكن الاعتزال أتى الانعزال، خلينا نقول يعني من يعني للناس الفنانين المقربين، معروف يعني كيف أسميهم، أسميهم العائلة الفنية التي عزلتني قصرا لأنني موجودة وما زلت موجودة. أما انعزالي كما كان وكما كانية، هذا أتى قصرا لأنه الظرف الآن يعني اللي أنا فيه هو بسبب وفاة زوجي الله يرحمه، تغيرت منظومة حياتي تماما. فكنت أنا ساكنة في منطقة شارع فلسطين، لكن عندما توفى زوجي الله يرحمه تحول يعني منظومة حياتي، تحولت 180 درجة. فعلي أن أتحمل حتى أصل إلى مبتغاي. لكن ست فنيا أنت اليوم موهبة كوميدية حققت نجاح يعني منقطع النظير، تراجيديا دائما يعني جيدين كل الأدوار. ليش موهبة مثل حضرتك اليوم قاعدة بالبيت؟ قاعدة بالبيت هذا يعاب علي الدائرة الفنية التي تتبنى التلفزيون والإذاعة والمسرح بكل مفاصل. لم يعرض عليك أي أدوار أبدا من 2013 عندما عملت عمل عربانة مع المخرج عماد محمد على صعيد المسرح أتكلم، لم يعرض علي أي عمل. أما على صعيد التلفزيون فكان آخر عمل إلي اللي هو فدعة مع الست عواطف السلمان 2014، يعني تحياتي إلها طبعا، رغم كنت أيضا مريضة ومتعبة لكن مو بهالشكل. للي ما يعرف عن مرض حضرتك، حضرتك اكتشفتي ما أعرف ب 2009 يمكن أو 10 ثمانية اكتشفتي أنه حضرتك مصابة ب الشلل الرعاشي المزمن. شلون اكتشفتي أول شيء المرض؟ أنا كنت في سوريا، كنت في عندي مسلسل أجريش ومريش، نعم طبعا اللي حقق نجاح كبير مع ماجد ياسين الحمد لله، كان معي يعني فئة رائعة من الفنانين تحياتي لهم، رغم أن هم ما يذكروني لكن أنا أذكرهم بالخير. فعندما خلص العمل رجعت إلى العراق، فرأسا صار عندي هذا الرعاش بدون سبب مسبق أبدا، أي عادي يعني. فبصراحة صرت كسولة، ما اهتميت للأمر، لكن بدأ الموضوع يتفاقم، بدأ يأثر على قدمي الأيمن، وفي يوم سقطت في الشارع وأنا ما أدري يعني يعني رايحة إلى دوامي ووقعت بالشارع أي بدون سابق إنذار. هل إلى علاج هذا الموضوع؟ في العراق لا، في ألمانيا سمعت أنه العلاج، في ألمانيا في فرنسا تجرى عملية فوق الكبرى، أو بالأحرى هي عمليتين، عملية لتحفيز الدماغ، جهاز يصير في جهة القلب، وريموت كنترول حتى أقدر أتصرف أو أتحكم بهذا الرعاش.